بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ بنستعين عليه نتوكل منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية متجددة هنا من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم، وهنا من هذه المحطة محطة دستور التي تعلن انطلاق هذه الفترة الصباحية والمخصصة لمنافسات أبناء القبائل لسن الصغار من الحجايج والمواهب، وانطلاق 20 شوطا في هذه الفترة الصباحية، 12 شوطا من الأشواط المفتوحة و8 أشواط هي لأشواط الإنتاج. بسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة أول أشواطنا في هذا الصباح بعد الترحيب بكل الحضور الكريم ومتابعينا الأفاضل عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لانطلاقات التحدي والإثارة من هذا الميدان مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة. والعاصفة تقود المركز الأول لسعيد بن مطر الرميثي، بينما المركز الثاني الدبيس في المركز الثاني محمد بن علي بن سيف المزروعي انتقل للمركز الثالث لمتابعة المركز وشروط عبد الله بن سليمان بن راشد المالكي، بينما المركز الرابع العيطموس في المركز الرابع حمد بن سالم بن شميل الراشدي، في المركز الخامس دخول لأوتاد حمد بن خليفة بن هامل القبيسي، وعلى المركز السادس هنا تظهر أوتاد حمد بن خليفة بن هامل القبيسي على المركز السابع، بينما المركز الثامن في دخول الانطلاقة وتحديات زعفران خميس بن سعيد بن حبيب الهاشمي. ركزنا انتقلنا إلى المركز التاسع في هذه اللحظات، وتظهر هنا بلبلة ناصر بن سعيد بن سير راشدي، والمركز العاشر الظهور القادم للهد لظافر بن حمد بن غدير بن محمد الاشتبي. هذه الأسماء، هنا المنافسات في أول الأشواط في هذه الفترة الصباحية. الموهبة الأولى العاصفة، عاصفة في الصدارة، ولكن متابعات البداية الأولى دخول لشروط عبد الله بن سلطان بن رشيد السويدي اللي تقدمت للمركز الأول في هذه المنافسة وقيادة الصدارة والتحدي والإثارة. تأتي العاصفة المركز الثاني سعيد بن مطر الرميثي، وهناك على المركز الثالث من خلال هذا الدخول العيطموس، على المركز الثالث حمد بن سالم بن شميل الراشدي، في المركز الثالث المركز الرابع تغييرات على المركز الرابع الدبيس محمد بن علي بن سيف المزروعي، وفي المركز الخامس لا تزال زعفران خميس بن سعيد بن حبيب الهاشمي في هذه الانطلاقة والوصول مع لحظات الإثارة هنا إلى 800 متر الأخيرة. يا سلام المنافسة هنا على المقدمة، ونذهب للصدارة، نعود إلى كوكبة المقدمة التي تعلن هنا الانطلاق والتحدي والإثارة. الله، شروطه شروط عبد الله بن سليمان بن راشد المالكي على المركز الأول، والعيطموس قادمة في المركز الأول من خلال المنافسة في هذه اللحظات، والعاصفة واصلة ما شاء الله في تنافس. الله، عاصفة 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 ولا شروط ولا عيطموس. يا سلام، ثلاثية على المقدمة 400 متر في خط النهاية. العاصفة، الجماهير ترشح العاصفة، الجماهير ترشح العاصفة. هنا ممثل السمح الدائم في هذه الانطلاقة وشروط، فرضت الشروط، حولت ايضا شروط هذا الشوط الى المركز الاول، وهي عبد الله بن سليمان المالكي. يا سلام يا سلام، الى السلطنه ام الى السمحه؟ السلطنه ولا السمحه في هذه الانطلاقه؟ الله الله الله، المقدمه والصداره وشروط، شروط هي شروط شروط. سلام يا السلطنه، سلام سلام، البدايه الاولى سلام سلام وتحيه من خلال التنافس، بينما المركز الثاني العاصفة، في المركز الثالث تأتي العيطموس لحمد بن سالم الراشدي، المركز الرابع بلبلة ناصر بن سعيد بن سير الراشدي، والمركز الخامس الدخول من الظبي سعيد بن غدير بن ذياب المالكي. هذه الأسماء، هذه الإثارة والتحديات والمنافسة على أرضية هذا الميدان كما تابعنا البداية، ولكن نعود
إلى التوقيت الزمني في هذه اللحظة لمتابعة التنافس والفائزين. ما شاء الله المركز الأول إذا مباشرة إلى شروط. عبد الله بن سليمان بن راشد المالكي 4:36.33 وخمسة من أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني من خلال المركز الثاني. نذهب إلى المنافسة والتحدي وهي العاصفة. سعيد بن مطر رميثي 4:33 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث هي العيطموس حمد بن سالم شميل الراشدي، هي 4 دقائق بلا شك حاضرة و34 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية هي المنافسة والتوقيت الزمني لثالث المراكز. المنافسة الأولى التي تبدأ من خلال الانطلاقات والتحدي والإثارة في هذا الميدان.